أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، والبداية من قضية اغتيال جمال بن إسماعيل، حيث قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء على 38 متهما بالحكم عليهم بالإعدام، كما سلطت عقوبة السجن لعشرين سنة بحق ستة متهمين آخرين. أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن مساندتها ودعمها للسعودية في ترشحها لاحتضان مونديال 2034، مؤكدة أن المملكة تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث. تمكنت عناصر الحماية المدنية من إخماد ثمانية حرائق من أصل عشرة اندلعت في كل من تيزي وزو وسوق أهراس، في حين تبقى حريقان على مستوى جيجل وبيجاية. نجحت الحماية المدنية من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ومرافقه بعد سقوطهما في بئر جافة بعمق 25 مترا في ولاية باتنا. درس وزير النقل والسفيرة الأمريكية في الجزائر الملف المتعلق بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة ونيويورك خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الوزارة. عين باب الفاتيكان الأب الإيطالي دافيد كاراوا أسقفا جديدا لأبرشية وهران بعد سنتين من شهور المنصب، وسبق له أن شغل منصب مبشر بأبرشية الأخوات. نهاية النشرة وإلى اللقاء.